هشام لعيب جميل ومجتهد وشخصية جميلة، وكان ما شاء الله يعني من أول ما في النادي الأهلي وهو صغير في الناشئين وطالع، خد كان بيدور على الفرصة لحد ما مسك فيها بصراحة، وتألق واجتهد وكان بيلعب بقلب، يعني من اللعيبة المحترمة والجميلة في النادي الأهلي. يعني كابتن ابراهيم، الكابتن هشام لما بدات معاك الكلام فبساله، انا ما بشوفكش خالص في المنتخبات، لما ان هشام حنفي كان لعيب لي وزنه وكان كابتن حتى المنتخبات الناشئين والاولمبي، ويعني هل فعلا في معايير اخرى غير معايير الكفاءه في المنتخبات؟ هل فعلا اكيد انت موافق على هذا الكلام؟ طبعا طبعا، الدايره دايره مغلقه مقفوله على ناس في اجهزه المنتخبات الناشئين على المستويات كلها، سواء منتخب اولمبي وانت نازل، كلها مقفوله على ناس اللي هي تبع ناس، يعني المنظومه اللي موجوده بتبقى عندهم الدائره بتاعتهم معروفه، بتطلع من ده وده يخلص مثلا منتخب الشباب يطلع على المنتخب الاولمبي، والمنتخب فشل في المنتخب الاولمبي يرجع منتخب الشباب. انا بتكلم على مستوى مدربين مساعدين او مستوى مدربين فنيين، يعني عامه يعني تمام، هي اجهزه المنتخبات الناشئين يعني مقفوله على ناس بعينها، يعني مقفول على ناس. لو ترجع لو عندك في المعد مثلا يجيب لك كل اللي مسكوا اللي اشتغلوا منتخبات شباب اولمبي تمام، كل المراحل هتلاقيهم هم اللي بيلفوا بتاع، ما فيش فرص، ما بيدوش فرص لناس عندها اسم وناس خبرات وناس وتقدر تنتج يعني وتقدر تشتغل طبعا، وعندها فكر وعندها قلب. ما بيدوروش على كده، بيدور مين تبع مين، مين اللي يعني اللي انا متبنيه من فتره، اللي انا كنت ماسك منتخب الشباب، كنت مدير منتخب الشباب او مسؤول عن منتخب الشباب وانا عضو مجلس اداره، ابقى موجود لحد ما بقيت رئيس اتحاد، لحد ما بقيت مش عارف ايه بره مصر، هو ده اللي بيعين، هو ده اللي بيشغل من الشباب لحد منتخب الاول. انت بتتكلم في 20 سنه بقى يعني على طول، ما دايره معروف 20 25 كده، سنه انت راجل تمام تاريخ وعارف يعني تمام. طب كابتن ابراهيم، يعني انا مش عايز اقول كلام مكرر، لكن الحقيقه انه من وقت حتى برادلي الامريكاني لما كان موجود وما تلا ذلك من تغيير في الاجهزه بتاعه المنتخب الاول، طول الوقت بيرشح كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن من الناس، من الجمهور ومن الميديا طول الوقت، يعني حتى انا في الراديو في برنامجي الشارع المصري كله، في الراديو لما باجي حتى اقول حتى مؤخرا قبل ما يجي كيروش يعني، او حتى قبل الراجل الاجيري اللي قبل كيروش، او حتى وقت كوبر، وقت الكابتن، وقت بعد كابتن حسن لما رجع وكان هيرجع وحاجات كده تانية، ما انا بقول لك قبل ليا كيروش دي الحقيقه. الناس كلها بتخش تقول حسام حسن وابراهيم حسن، ايه هي النقطه، غير طبعا فكره بقى ان هم مندفعين وبيتخانقوا وبيتنرفزوا، خلاص الكلام ده قدم. ايوه شفنا واحنا بنتكلم ماتش انجولا اللي فات، فاكر ماتش انجولا والماتش اللي بعديه في البطوله العربيه؟ شفت، كنا هنعمل ازمه في البطوله العربيه، كنا هنعمل ازمه في انجولا لو تفتكر. شفت طبعا، شفت طبعا، لكن موقوفين دلوقتي. انا شفت يا كابتن، لكن دي بقت خلاص، بقت يعني شماعه ما بقتش الناس تقتنع بيها. لكن قول لي ايه السر الحقيقي انه رغم اسم حسام حسن الكبير وابراهيم حسن الكبير واللي فتح الموضوع معانا كابتن هشام حنفي، ليه دايما رغم الطرح الدائم من الاعلام ومن الشارع المصري، من الشارع قبل الاعلام والميديا كلها طبعا، والشفتات اللي هي ما حدش بيعرف يلعب فيها خالص طبعا طبعا، ولا فيها لجان بتعرف تتحكم ايه السر يا كابتن ابراهيم؟ ما هو السبب، ايه السر؟ السر ان انت عندك ضمير وتحب بلدك وعايز تنجح بلدك. ده دي ميزه، مش يعني ده مش شيء يقربك، لا بقت عيب، بقت عيب، وانك انت هتعطل مصالح كتيره جدا، وانك انت هيخاف، في ناس هتخاف من نجاحك، لان الناس ضعيفه النفس لما مثلا واحد بيبقى مسؤول، لما يكون الراجل المسؤول عنده اللي ماسك الفريق، لما جماهير مثلا تبقى بتقول كذا وفرحين باسم كذا، حسام حسن يبقى موجود او حسام حسن هو البتاع، فاسم حسام حسن هيعلى عن الناس دي، فلما الجمهور يقول لك حسام، حسام كان الله يرحمه الكابتن جوهري في عز ما احنا بنوصل كاس عالم، كانوا يقولوا جوهري، يعني جانب مصر جوهري. بس ده طبيعي كابتن ابراهيم، ما كان كابتن حسن شحاته كده، كابتن جوهري كان كده، وحسام حسن من نفس هذه النماذج، دول نجوم كبار. ده كان بس دي ناس، بس هما دي هتبقى صعبه، بتوجع في قلب ناس كتير وبتقطع بالسكين في قلب في قلوب ناس اللي ضعاف النفوس، زائد ان انت بتبقى نفسك انك عايز
هم فاكرين ان انت جاي تتحكم في اي حاجه. احنا جايين كل اللي جايين مش فاهمين ان انت بتحب بلدك ومصلحه بلدك وبتحب البلد دي اكتر من اي حاجه. وبسبب حبنا لمصر انا وحسام يعني خسرنا كتير وتعبنا كتير، والناس حاربتنا في النقطه دي كتير. احنا سيبنا احسن حاجه وارقى حاجه كنا هنوصلها وصلنا لها وكنا هنكمل فيها عشان خاطر الموجودين في مصر، عشان خاطر الموجودين في النادي الاهلي. فانت الناس دي عايزاك اللي يجي يبقى مطيع. يعني مثلا العب، عايز العب ماتش مع الجزائر، ماتش مع الكاميرون، ماتش مع نيجيريا، ماتش مع زامبيا، ماتش مع السنغال. لا حبيبي، احنا نطلع مثلا اسم ما في الخليج عشان دي ماتش ده حلو دوت، عشان الطلب مننا نعمل ماتش عشان يبقى فيه فسحه حلوه ولهم هنيه حلوه، وكنت عارف الكلام ده، ويبقى فيه الهديه الحلوه ويرجع. انما المصلحه بتاع البلد، انا عايز اتمرمط، انا عايز اجيب اللعيبه بتاعتي اعلمهم المرمطه، يروحوا يشوفوا يقابلوا اضخم واضعف منتخب في شمال افريقيا او في غرب او في في في, في غرب افريقيا، او بحيث انك انت اللعيب ده تاني ينزل. اما اجي يقول لي مش اجي بهر لما خايفين من القرعه ان احنا ما نقابل الجزائر او السنغال او يا سنغال يا نيجيريا. ايه ده؟ انا المفروض حاطط مصر، انا مصر احط رجل على رجل وبفتح وكده وابقى سعيد ومبسوط باي واحد جاي لي، اي منتخب من كان جاي لي. انما كلنا كله شايل الهم احسن نقابل كذا. الله. طب كابتن ابراهيم، هم مش عايزين بيها. بص محمد، هم مش عايزين، هم عايزين اللعيب اللي عندك هتفضل دايره ما تلف، تبقى رايح شمال افريقيا الان، تبقى رايح تلعب الكاميرون الان، نيجيريا الان. فهي المشكله احنا شغلنا ان انا عايز اعود اللعيب بتاعي واشتغل بيه في الادغال، اشتغل بيه في شمال افريقيا مع المنتخبات. تمام. عشان اموت قلبه، عشان ابقى وانا بلعب داخل على الامتحان مذاكر. اي منتخب جاي لي مذاكر. هم مش عايزين كده، هم عايزين لا هتلعب، هتلعب كذا بكره، هتسافر كذا، هناخد الهدايا من كذا، هنعمل مش عارف ايه كذا، هنعمل صوره كده وديه مع المنتخب العربي الشقيق، الخليجي الشقيق. انما حسام ابراهيم مش هيبقوا مش هيطاطوا.